نجي هكذا ونسلم عليكم جميعا. الله يبارك فيكم جميعا، كثر خيركم، كثر خيركم جميعا. الله يفتح عليكم بالخير، ربي يعينك، الله يزين معاكم ويزين ليا. لا يسبح.
يا شيخ عبد الرشيد قد نحسبها لهم ها متلاف يا تلمي هاي هاي اوكا شكرا كفر خير شكرا شكرا شيخ شعورك يعني وانت اكتسبت محبة الناس يعني مش هذا نختصره في كلمتين اثنتين هذا فضل الله يؤتيه من يشاء معك روح أروح الشيخ براء ابن عازم شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في إطار الدعوة ونشر الخير بين الناس. اليوم الحمد لله نزلنا في مدينة عنابة وفي مسجد الفردوس ورب العالمين يسر التقينا بجماهيرنا والحمد لله كانت لنا معهم جلسة تذكيرية دعوية فيها النصح وفيها الإرشاد وفيها الهداية وفيها التعليم وما شاء الله يعني أنا مسرور بما شاهدت ورأيت وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى ارتباط أهل هذه البلدة بدينها وبإسلامها وبإيمانها فالمسجد عامر بحمد الله ومعظمه من الشباب وهذا أيضا يثلج صدورنا لأننا نعول على هذه الشريحة من المجتمع وهي شريحة الشباب فنسأل الله أن يحفظ هذه البلدة وأن يحفظ أهلها وأن يديم عليهم النعم وأن يسددهم وأن يصوبهم وأن يرشدهم والشكر موصول لإمام هذا المسجد الذي أتاح لنا هذه الفرصة وأنتم أيضا رجالات الإعلام شكر الله لكم جميعا على هذه التغطية ونسأل الله تعالى أن يعيننا على المزيد من بذل الجهود في سبيل نشر هذه الدعوة وتعليم الناس الخير وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن على طريقه إن شاء الله سائرون وبهداه مقتدون نسأل الله لنا ولكم والمسلمين جميعا القبول والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. الشيخ حاضر الله فيكم كبروا مع الله اكبر.